احنا متخوفين طبعا من صادرة الاراضي، مصادر الارض طبعا. هاي يعني احنا منين نعيش؟ هاي الارض هي حياتنا، احنا ربينا على حب الارض يعني، واحنا كمان بنعلم اطفالنا على حب الارض. مجرد ما حكوا انه ضم الاغوار لاسرائيل حكوا خلص كانه حبسنا دخلنا سجن زنزان ودخلناها. هذا هو الامر الواقع وانفرض علينا. بلاس قناة فلسطين الرقمية.